تبتسم. اسأل طبيبك. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي. موضوعنا عن اضطرابات طيف التوحد مع مارو أتميان، اختصاصية العلاج الوظيفي واضطرابات النطق في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم مارو. وعليكم السلام. موضوع التوحد واضطرابات طيف التوحد، طبعا نوضح في البداية ما هي المظاهر السريرية لهذه المشكلة التي باتت طبعا يعني منتشرة طبعا بنسب معينة معروفة، هي من الخمسينات تم أعتقد اكتشاف هذه الاضطرابات في بداية الخمسينات. تفضلي. هلا كبداية بدنا نتعرف على التوحد، انه هو تابع لمجموعة من الاضطرابات المعروفة بـ Autism Spectrum Disorders بالإنجليش، وهن هالأشخاص بيكون عادة صعوبات بثلاث مجالات بيكون عندهم. بالعلاقات الاجتماعية المتبادلة، باللغة، والسلوك. وعادة بيترافقوا هالثلاث مجالات مع تأخر ذهني شديد خفيف أو بشكل وسط يعني. ولنقول أنه في توحد لازم تكون في صعوبات موجودة بالمجال الثلاثة هدول، وممكن أنت تتفاوت حدتها من طفل لتاني. أو ممكن تكون هيدي الأعراض شديدة لدرجة أن الطفل منه قادر أبدا يتواصل مع محيطه. أنا بعتذر يمكن شوي صدى في صوتي. طيب من عاود أيمن الاتصال مرة تانية أو الصوت أوكي. الصوت أوكي ما في مشكلة، بس أنت عم تسمعي صوتك يعني؟ إيه عم بسمعه دبل. عم تسمعي دبل. طيب من عاود الاتصال مرة تانية، زميلتنا ميرا بتعاود الاتصال فيك مرة تانية حتى طبعا يكون الصوت أفضل. وإذا موضوعنا عن اضطرابات طيف التوحد، ومثل ما ذكرت مارو طبعا هو من الاضطرابات التي يعني بات كثير يتحدث عنها، لكن أيضا في للأسف مشكلة في تشخيصها من قبل يعني بعض الأطباء أو حتى بعض المراكز. هو طبعا عبارة عن إعاقة تنموية. الأسباب، هناك أصابع اتهام لعدد من العوامل، منها ما يتعلق بالتغذية، منها ما يتعلق بأمور أخرى، لكن عبارة عن أصابع اتهام بمعنى لم يعرف السبب الذي أدى لحدوث هذه المشكلة بحد ذاتها. إذا منعود مرة تانية منرحب بمارو. السلام عليكم. معنا؟ نعم طيب. أنا معكم. طيب هل الأفضل الصوت؟ بكتير. طيب كويس. إذن ذكرتي بأنه عبارة عن اضطراب في التواصل وأيضا في اللغة والسلوك والعلاقات الاجتماعية. نعم. المتبادلة. نعم. وتنحكي شوي عن الأعراض بشكل مفصل. بما أنه نحن اتطرقنا لثلاث مجالات، العلاقات الاجتماعية، اللغة، والسلوك، في عادة أعراض بشكل عام بنشوفها، مثل مثلا أنه الطفل بيتجنب الاتصال البصري وبيفضل أنه ينعزل عن الآخرين، بيكون في صعوبة بفهم مشاعر الآخرين، بيكون في تأخر باللغة أو حتى ما بتظهر اللغة. وعادة في كتير أهل بيقولوا لنا أن الطفل ابتدى يتكلم كم كلمة بعدين اختفوا هالكلمات، يعني ما بقى يقولهم. أو كمان حتى الطفل بيميل أنه يعيد الكلمات أو الجمل بشكل ببغائي، وحتى بينزعج من التغيرات بالروتين وحتى تغيرات بالمحيط المادي. ممكن يكون عنده اهتمامات غريبة أو ينبهر بأجزاء معينة من الأغراض، وممكن يكون هو شديد الحساسية بشكل مبالغ فيه للضوء، للصوت، لللمس، أو حتى منه قادر يحس بالألم. وحتى ممكن يكون عنده حركات متكررة مثل الهز، الدوران، رفرفة الإيدين. وغالبا ما أنه هو ما بيلتفت لمصدر الصوت، أو حتى إذا حدا نادى باسمه ما بيلتفت لعند الشخص. وممكن كمان يكون هذا الطفل عم بيتحدث بصوت غريب أو بنبرات وإيقاعات مختلفة، يعني مثل كأنه عم بيغني، أو حتى بصوت بيشبه صوت الإنسان الآلي.
فهو هني بشكل عام الأعراض السريرية. نعم، طبعا هي الأعراض أو المظاهر السريرية يجب علينا كأباء وأمهات أن تلفت انتباهنا في مرحلة أيضا باكرة من العمر. نعم. حتى طبعا نقوم بمراجعة الأطباء أو المتخصصين في هذا المجال، سواء كانوا الأطباء أو حتى أخصائي العلاج الوظيفي واضطرابات النطق حسب المشكلة التي يعاني منها الطفل. ومثل ما ذكرت موضوع الحركات المتكررة ومثل رفرفة اليدين على سبيل المثال وبعض الحركات الأخرى، هذه يجب أن تلفت النظر ونظر الأم. طبعا أنا أتكلم لأن هناك حالات، وكنت أقول لبعض الأمهات بأن الطفل قد يكون لا سمح الله لديه هذا الاضطراب، وطبعا هذا الاضطراب هناك مراكز متخصصة وأيضا يعني طرق مختلفة للعلاج، وهناك أشخاص يعني حتى نخفف من حدة هذه المشكلة أو هذا الوقع المشكلة، أنه هناك أشخاص يعني في على مستوى العالم من المشاهير وكان لديهم هذا الاضطراب، اضطراب طيف التوحد. صحيح. طيب نعم تفضل. بالنسبة لحضرتك ذكرت عن الحركات المتكررة أنه أنت بتحب تلفت نظر الأهل لهذه النقطة. كمان بحب ألفت نظر الأهل أنه أحياناً بنشوف في أعراض بالطفل، أعراض هي مثل انذار لألنا، بس لا يعني أنه الطفل عنده توحد. نعم. يعني لازم تكون في عدة أعراض مع بعضها مجتمعة وبأوقات مختلفة وبأماكن مختلفة، لنقول أنه الولد هو تحت دائرة التوحد، وتنقول أنه الولد لازم نحن نشخصه. نعم. فمش دائما انه عارض معين نحن لازم يخوفنا، بس لازم لازم يخلينا بحالة تأهب انه نضعه تحت المجهر. نعم نضعه تحت صحيح. المجهر، لانه هناك ايضا بروتوكولات معينه ومعايير معينه يجب ان تتوفر عدد من العناصر، لا اذكرها بدقه، ولكن عدد من العناصر مع بعضها حتى نقول ان الطفل لديه هذه المشكله يعني. صحيح. طيب بالنسبة للأسباب، طبعا أنا ذكرت في البداية بأن هناك أصابع اتهام البعض، يعني يقول للغذاء، للوراثة، لعوامل أخرى. أخت مارو. نعم، هلأ المعروف أنه ما في عامل واحد معروف باعتبار المسبب المؤكد لمرض التوحد، هيدا كل العلماء بيتفقوا عليه. هلأ في ثلاث عوامل محتملة معقول تكون مع بعض عم تشتغل، ومعقول تكون بشكل مفرد عم تشتغل. عندنا مثلا خلل وراثي، عوامل بيئية، وعوامل تانية. إذا بدنا نحكي عن الخلل الوراثي، الباحثين اكتشفوا أنه في عدة جينات لها دور ممكن أنه تسبب توحد، وممكن أنه يكون الخلل الجيني وراثي وممكن أنه يظهر بشكل تلقائي. أما بالنسبة للعوامل البيئية، في كتير من الأمراض نحن نعرف أنه ناتجة من عوامل وراثية بيئية، وممكن تكون العوامل البيئية مجتمعة مع العامل الوراثي عم بتسبب التوحد، ومنها مثلا تلوث الهواء، التلوث بالزئبق، بس طبعا ما في شيء مؤكد لهلأ. وفي عنا عوامل تانية مثل مشاكل أثناء المخاض تبع الولادة، دور الجهاز المناعي، أو حتى سن الوالد، يعني سن الأب. إذا السن مرتفع ممكن يكون الولد بخطر أن يكون عنده توحد، بس طبعا ما في شيء مؤكد لهلأ عالميا، ما حدا قدر يعطي جواب جازم لسبب التوحد. ومن كل بلد لبلد تختلف الأسباب، يعني مش بكل بلد السبب هو نفسه. نعم. طيب بعد الفاصل نتابع حديثنا مع مارو أتميان، اختصاصية علاج اضطرابات النطق في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل. أخت مارو السلام عليكم. وعليكم السلام. إذن ذكرت أيضا ما يتعلق بالنطق، أن الطفل يكون لديه مهارات لغوية في البداية ومن ثم يفقد هذه المهارات. نعم. طيب هل من أعراض أخرى، وإذا بتحب تعلق أيضا عن هذا الموضوع؟ أسبق أعراض أخرى من ناحية اللغة. نعم. نعم. هلأ طبيعة الحال الطفل ببلش يحكي على عمر السنة. هلأ في كتير أهل بيقولوا لنا أنه على عمر السنة بلاش يقول الطفل بابا، بلاش يقول ماما، بلاش يقول حليب، وفجأة وقف يقول هيدي الكلمات، أو بيقول كلمة وما بيعود يقولها لفترة طويلة. هيدي واحدة من الحالات. نعم. في حالات تانية الطفل أبدا ما بيحكي لعمر السنتين لنقول، وبس يبلش يحكي بيحكي بشكل صدى أحيانا، يعني أنا بقول له كلمة بيرجع بيرد نفس الكلمة بدون ما يفهم معناتها وبدون ما يستخدمها بالمكان الصحيح للوظيفة المعينة لها. يعني مثلا أنا إذا قلت كلمة حليب هو بيردد حليب، بس هو يمكن ما بيحتاج لحليب أو ما بده حليب بهذه اللحظة. هلأ في بعض الأطفال بيكتسبوا اللغة فعليا،
بعض الأطفال اللي عندهم توحد أنا قصدي بيكتسبوا اللغة، بس اللي بيصير إنه ما بيكونوا قادرين يستخدموا جملهم بشكل فعال وبالمكان الصحيح، يعني يا بيكونوا عم بيرددوا الجمل كمان بشكل فضى أو عم بيركبوا جملة بس في مشاكل بالجملة من ناحية القواعد ومن ناحية عدد الكلمات اللي عم بيستخدموه. فممكن تتنوع المشاكل اللغوية الموجودة عند الطفل اللي عنده توحد حسب حتى درجة التأخر الذهني اللي عنده إياه. يعني كل ما يكون درجة التأخر الذهني أقوى كل ما بنشوف أشياء مثل التردد أو مش مثل الكلام الببغائي، كل ما بيكون التأخر الذهني أخف بيكون في كلام فعال أكثر. بس الجانب الاجتماعي منه فعال وجانب القواعد منه فعال كمان. عندي اتصال من الأخ محمد. ألو، السلام عليكم أخي العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل. الله يبارك. عندي مداخلة بسيطة. أنا عندي طفل مصاب بمرض التوحد. طبعا هل طبعا السؤال الأولي، هل هو التوحد مرض أم إعاقة؟ هذا السؤال الأول. المداخلة الثانية في الموضوع، يعني نحن طبعا طفلنا كان طفل عادي جدا، يمكن عمر سنتين، يتكلم وكل شيء أموره طيبة. بعد السنتين يعني فجأة توقف عن الكلام. طيب كم عمره حاليا؟ حاليا عمره 6 سنوات ونص تقريبا، قريب 7 يعني في ان شاء الله 5. وطبعا مثل ما ذكرت الاخت دكتورة، نعم جميع الاسباب والتوضيحات هي طبعا اغلبها ينطبق على الحال اللي عندي. ويمكن تختلف من يعني من طفل لآخر حسب الشدة أو إنه قليل أو متوسط. ولكن اليوم نحن نتكلم عالميا مش معروف شو هو السبب الرئيسي لهذا الإعاقة ولهذا المرض. اثنين يعني في هناك طرق عديدة تطلع في الساحة أن في علاج للتوحد، وتسمعونا يمكن عن صحيح الوسائل التواصل الاجتماعي. انا بس يمكن المعلومه اللي بغيت يعني يمكن المستمعين اللي عندهم نفس الحالات يستفيدون منها. انا طفلي عالجته في دوله اسمها اوكرانيا، كييف، في مركز هناك لعلاج مرض التوحد. طبعا كنا مترددين في هل ناخذ الولد ونعالجه، بعدين قررنا وخذنا للعلاج، والعلاج هو بما يسمى بالخلايا الجذعيه. والحمد لله يعني بعد العلاج لاحظنا يعني الولد كان يعني قبل فيه تشتت في الانتباه، فرط في الحركة وعدم الكلام، وسلوكه طبعا كان يعني الحالة كانت في الفحص ماله طبعا فحص التوحد متوسط إلى شديد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والعلاج هذا اللي تعالجه الولد صار تحسن في الحالة، صار عنده الحمد لله التركيز، التشتت يعني قل بصورة كبيرة، صار عنده الفرط الحركة طبعا قل. الأمور هذه كلها يعني لاحظناها يعني بشكل جيد، في تحسن بشكل جيد. نعم الحمد لله. الشيء الوحيد اللي ما صار فيه تقدم اللي هو النطق، مع أن نحن يعني هني في دبي نعمل سبيتش ثيرابي وعندنا يعني مثل ما تقول يعني متواصلة بهالشيء، ولكن في النهاية يعني أنا حبيت أن أقول أن العلاج في أوكرانيا بالنسبة لحالة الولد اللي عندي استفدنا تقريبا 70%. نعم طبعا هذا في أوكرانيا وفي غير أوكرانيا، في يعني موضوع أوكرانيا. نعم استفدنا نعم. يعني نعم. طيب أنا بدي أسألك حقيقة. أنا بدي أسألك إذا ما عندك مانع أخي محمد، أنه كيف تم اكتشافه أو انتبهت للولد في أي عمر كان؟ نحن طال عمرك مثل ما قلت لك عند السنتين لاحظنا أن الولد قل عند الكلام، فقالوا لنا احتمال انه عنده مشكله في السمع، وفعلا وديناه وفحصوا عليه وكان عنده مشكله في السمع. كان عنده العرض وعالجنا السمع والحمد لله ورد السمع 100%. عند طبعا اخصائي، دكتور اخصائي مال الاذن والحنجره. والحمد لله بالعلاج خلال شهرين ردت السمع عنده 100%. الحمد لله. قلنا يمكن عدم السمع هو أدى إلى عدم طبعا، إن إذا ما تسمع طبعا السمع أعتقد هو الوعاء اللي يعتبر ترجمة الكلام. وقالوا احتمال وتأخر النطق عنده، بس بعدين بعد العلاج السمع اكتشفنا أن الولد مستمر في عدم الكلام، وشفنا عليه حركات اللي هي
طبعا فرط الحركة، تشتت في الانتباه، عدم النطق، هالأشياء الثلاثة موجودة. وبالصحة والفحوصات عقب طبعا في المراكز المختصة قالوا له ولدكم في حالة التوحد. نعم. وبعدين طبعا بدأنا نسأل هل في علاج، هل في كذا. بس نحن الحمد لله شوف يعني رغم الحال اللي فيه ولا اضطراب الكذا، نحن نعامل نفس معاملة إخواننا اللي هم الحمد لله ما فيهم شيء. ويطلع معانا وياكل معانا، معتبرينه حتى نتكلم معاه كأن الشخص يتكلم. نعم، في تواصل بصري، في أيضا يعني لما يعني بمعنى على فكرة بعد العلاج الولد بدأ يعي بالأمور ويدرك الأمور اللي من حوله. نعم، قبل العلاج ما كان يدرك أي شيء، ما كان يحصل على الألعاب، ما كان تحسن. تحسن نعم، صار في التواصل البصري، وأيضا صار في عدم تشتت الانتباه يعني، وصار عنده أيضا فرط الحركة بطريقة كبيرة يعني الحمد لله. الحمد لله. طبعا المداخلة حبيت أقول لكم شكرا لمشاركة. أي حد من الأخوة أنتم تليفون موبايل موجود عندكم، إذا حد يبغى يأخذ معلومات أكثر عن العلاج والاستفادة ممكن، لأننا طبعا الحمد لله حصلنا فيه أن في استفادة من ناحية السلوك الحمد لله، التركيز واستجابة الأوامر، يستجيب الأوامر. نعم. وأصبح ما شاء الله قريب لنا وقريب لإخوانه. الحمد لله. نعم. يلعب وياهم كذا. الشيء الوحيد اللي فرق بينه وبين إخوان اللي هو عدم المقدرة على النطق في الوقت الحاضر. طيب. يقول بعض الكلمات. نعم. شكرا لمشاركتك هذه التجربة، ونتمنى الشفاء لابنك وللجميع، جميع طبعا المرضى أيا كان طبيعة المرض. وأخت مارو طبعا هو كان يسأل هل هو مرض أم إعاقة، طبعا حسب تعريف يعني المنظمات الصحية هو إعاقة تنموية، هذا وهو اضطراب وليس مرض بحد ذاته. هلأ نعم. هلا أنا نعم. كمان حبي جاوب على نقطة يعني هلا بغض النظر إذا هو اضطراب يا ما مرض، دائما نعم. أي اضطراب أو أي مرض لما بيعيق الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي بيكون عم بيعيقه، يعني في نوع من الإعاقة. يعني إذا هو قادر يقول إنه الإنسان إنه هذا الولد عم بيسوي كل شيء مثل غير طفل، ما بيكون في إعاقة. إذا مش قادر يسوي كل شيء مثل غير طفل، مش قادر يكون مستقل بحياته، مش قادر يتواصل بشكل فعال، نعم. يعني في إعاقة. طيب يعني هذا أمر موضوع. طبعا الخلايا الجذعية مثل ما بنعرف الخلايا الجذعية يعني تفيد في حالات معينة ولا تفيد في حالات معينة أخرى، حتى نفس المرض يعني في أشخاص ذهبوا إلى خارج الدولة ولعلاج السكري على سبيل المثال، البعض استفاد والبعض لم يستفد، البعض لعلاج الام اس أو التصلب المتعدد أو اللويحي، البعض استفاد البعض الآخر لم يستفيد. وحتى أعتقد يعني الأخ محمد ابنه ما عنده التوحد كاضطراب طيف التوحد، أعتقد أنه عنده يعني متلازمة أخرى معينة. نعم، فطبعا يعني مثل ما بنعرف. طيب هناك رسالة ونحاول أيضا نجاوب عليها بسرعة لأن الوقت تقريبا انتهى. كيف نعرف أن الطفل لديه توحد في عمر مبكر؟ حلو. صراحة أنا كنت حابة أعطي الأهل عن كريتيريا معينة للطفل لما يكون قبل 18 شهر، يعني قبل السنة ونص. منلاحظ مثلا على 6 شهور انه الطفل يمكن ما عم بيبادل الاخرين بالابتسام او تعابير الوجه ما بتدل انه هو مبسوط وعم بيتفاعل مع محيطه، حتى ممكن يكون الاتصال البصر ضعيف او غائب. كمان على 9 اشهر ممكن نلاحظ انه الطفل ما عم بيتواصل مع الاخرين من خلال اصدار الاصوات او الابتسام او حتى يتفاعل من خلال لغه الجسد. نعم. وعلى السنة منلاحظ أنه يمكن ما عم يستعمل حركة الإيدين لحتى يتواصل، يعني لحتى يدل، لحتى يلوح يقول باي، يمكن ما عم بيرد على اسمه. نعم. وعلى 16 شهر ما بيبلش يقول كلمات، ما بي أو ممكن يعيد الكلمات بشكل ببغائي أو حتى بيوقف يقول الكلمات اللي أوريدي قالها من قبل. فهيدي الأعراض المبكرة اللي ممكن يشوفوها الأهل، اللي هي نحن بالإنجليش منقلها red flags أو إنذارات. نعم. ممكن الأهل يكونوا جاهزين حتى بالمرحلة الجاية يبلشوا يفرجوا الولد لاختصاصيين هم يساعدون حتى يعرفوا هل في توحد أو لا. نعم. وهلأ أحب أنا بس أعطي الأهل فكرة أنه الويبسايت اللي اسمه Autism Speaks إذا سمعني. نعم. في حضرتكم بيحكي عن مثل تول أو أداة حتى نحن. نعم. نعمل سكرينينج أو مسح. نعم. سريع للطفل الأهل فيهم يعملوا أونلاين، يعني مثل هو عبارة عن استمارة بيعبوها أونلاين اسمها MCHAT-R Modified. نعم. Checklist for Autism in Toddlers.
ممكن الأهل هيك يعرفوا إذا الطفل تحت الخطر ولا لا. طبعا منه شيء جازم بس بيقدر الأهل مع بعض كنوع من التقييم. نعم كنوع من نعم. وطبعا نعم هناك أيضا مراكز متخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة منها مركز دبي للتوحد وغير ذلك أيضا من المراكز اللي طبعا بتقدم يعني الخدمات. ونتمنى أن تزيد يعني هذه المراكز لأنه هناك طلب عليها وهناك حالات يعني كثيرة. طيب بس أنا حابة أذكر شغلتين ضرورية. الأهل ما بيقدروا فعليا يلاقوا هون بالبلاد العربية حدا يشخص قبل عمر السنتين، يعني ما في تشخيص مؤكد قبل عمر السنتين حتى 3 سنين. يعني ما حدا عم بيقوم بهالتشخيص المبكر على عمر السنة. طبعا منبلش نشك بس ما فينا نأكد هيدا الشيء لأنه ممكن الولد يتقدم مع مدى الوقت ما بين السنتين أو 3 سنوات وبعد طبعا في يعني تبدأ الأعراض بشكل واضح بالظهور. ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع. كل الشكر لمارو أتميان اختصاصية العلاج علاج اضطرابات النطق في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في دبي. مارو شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا.